السلام عليكم، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في قناه باغادي دوغو. سعيده جدا بلقياكم. كنتمنى تكونوا دائما بخير وعلى خير وبصحه جيده. اليوم غنشوفوا طريقه تحضير حلوه سهله بزاف بدون فرن، فيها غير البسكوي شوكولا والموز، وفيها ايضا العسل او ممكن نعوضوه بالحليب المركز المحلى، يعني مكونات بسيطه جدا وسهلة جدا في التحضير، ما كتحتاجش وقت، وكيجي المذاق ديالها لذيذ، غتعجب بزاف الوليدات وحتى الكبار. فنمشيو على بركة الله نشوفوا المقادير وطريقة التحضير، وإلا عجبتكم الوصفة ما تنساوش ديروا لايك. لهاد الوصفة غادي نحتاجو 175 غرام ديال البسكوي، أي نوع بسكوي عندكم، كنطحنوه في طحانة كهربائية أو غير كنهرسوه بالمدلك. غادي نحتاجو حبة ديال الموز صغيرة اللي تكون طيبة مزيان، وإلا كان الموز كبير فغناخدو نص حبة. غنحتاجو 50 غرام ديال الشكلاط مدوب في حمام مريم، وغنحتاجو معلقة كبيرة ديال العسل، وإلا ما كانش متوفر ممكن نعوضوه بنيسلي كاراميليزي أو حليب مركز محلى عادي. غادي نطحنو البسكوي في الروبو أو كنديروه في بلاستيك غذائي وكنهرسوه بالمدلك، ماشي ضروري انه يتنيل، الا بقى فيه طريفات ماشي مشكل. من بعد كناخذوا موزه اللي تكون طيبه او نص ديال موزه صغيره او نص ديال موزه كبيره، غادي نمعكوها بالفرشيط حتى كندوبوها. غناخدو البسكوي اللي طحنا وغنضيفو الحبة ديال الموز أو لا نصف موزة اللي استعملتو، وغنضيفو الشكلاط مدوب. هنا الشكلاط إلا ما دابش ليكم مزيان كتزيدو واحد القطيرة ديال الزيت. من بعد كنضيفو معلقة كبيرة ديال العسل أو حليب مركز محلى أو حليب كراميليزي نسلي كراميليزي. كنخلطو هاد المكونات كنبداو في الأول بالمعلقة، من بعد غادي نكملو بيدينا. كنخلطو هاد المكونات حتى كتندمج. غادي نحصلو على عجينة اللي كتلصق باليد، غادي ندخلوها للمجمد واحد جوج او ثلاثة ديال الدقائق، لانها كتلصق كما كتشوفوا باش كتشد راسها، يعني هذاك الشكلاط كيبرد. اولا ندخلوها للثلاجة، انا دخلتها غير للثلاجة، الا كان عندكم الوقت كتخليوها واحد شوية في الثلاجة. من بعد كنخرجوها، غناخدو شوية ديال جوز الهند للتزيين، وغادي نبداو نشكلو كويرات. هانتوما دابا ما بقاتش كتلصق، فكنشكلو كويرات بالحجم اللي بغيتو، كبار او صغار، انا درتهم غير صغيورين. فهذه من اسهل الحلويات اللي ممكن انكم تحضروا، وممكن تزيدوا فيها اضافات مثلا بحال لوز مهرمش او كاوكاو او لي بيبي دو شوكولا. وكنغلفوها بالكوك، وكنستمروا بهذه الطريقه حتى نكملوا الكميه اللي عندنا كلها.
ممكن انكم تخليهم غير هكاك، وممكن ديرهم في لي كيسات او الكويرطات ديال الحلوه باش كنعطيهم واحد المنظر اجمل. وإلا بغيتوا تحتفظوا بهاد الحلوه فاحتفظوا بها في الثلاجه. صافي، هذا هو الشكل النهائي ديال الوصفه ديالنا ديال اليوم. كنتمنى انها تعجبكم وتجربوها بصحه والراحه، وشكرا لكم على حسن المتابعه، والى اللقاء مع وصفه جديده باذن الله، وكنتسنى تجاربكم لهذه الوصفه. الى اللقاء.